كفاية ده البنجر يا جماعة اهو بعد التقليه اهو كله البنجرة ما بيسيبش ولا كبيرة ولا صغيرة اهو زي ما حضراتكم شايفين ده الخط اللي اتقلع اهو كامل ما بيسيبش اي حاجة بنجرة اهي اهو اهو اي بنجرة على وش الارض يا دوب على التقطيش على طول دي التجربة هي في قلب الارض طبعا الارض دي طريه وما تنفعش للتقليع ولا حتى بالانفار الارض متقلعه بالجهاز زي ما حضراتكم شايفينه كل البنجره ورينا يا عم كده البنجر كده يا سلام يا عم ده فوق ده التقليع يا جماعه زي ما انتم شايفين البنجر بيطلع وريني كده شيل كده وريني كده يا عم حماد ارفع البنجره فوق وريني كده اللي معاك كده يا احمد اهو يا جماعه البنجره البنجره سليمه مليون في الميه شايف حاجه يا احمد شايف حاجه اتجرر ماشي وريني كده يا عم احمد اللي كانت في ايدك دي يا حاج الصلاه على النبي احنا في اخر جره اهو عند عم حسني في عزبه ابو ابو عزبه ابو ايه؟ ابو داهش وعم حسني معانا اهو تأيد الفلاح بيه يا حاج امانه الامانه اه بكسر يا حاج ولا بدغدغ ولا بيعمل حاجه؟ بسيب صغيره؟ لا لا الله وكيل يا اخي والله العظيم والله العظيم يا اخي اهو وده اخر جره اهو لسه كمان جره وبالصلاه على النبي خلصنا عند عم حسني اهو وعم والراجل بقى ده والراجل بيحلف بالله يعني راجل كبير وراجل دي فلاح راجل فلاح اهو اهو وبالصلاه على النبي تعرف هي في الارض لو نشفه شويه كمان هيبقى مش لها حل ايوه مش هيبقى لها حل اه وهنا ارض مي اهي عشان ما تقولش انت كداب والله العظيم طينا اهي واخر جره ايا وكل سنه طيب يا حاج واقبال السنه الجايه باذنك انت يا رب خير يا رب يا رب يا ابو الحاج الف شكر يا عم حسني حبيبي